عندنا حدث لابد أن نتطرق له، ألا وهي الجمعيات التعاونية. الجمعيات التعاونية في حلقات كثيرة قاعد نتكلم عنها وما زلنا نتواصل نتكلم عنها. قبل كم يوم أحد الأخوان والأصدقاء أهدى لي صورة، فهذه الصورة تعبر بوجهة نظرة هو الشخصية، ويعني توصل رسالة أن الجمعيات شايفة المساهم نوع من حمام الحمام أو نوع من الطعم اللي قاعد يأكلونه بسبب بعض التجاوزات، بعض الأمور اللي يشوفها صاحبنا. القطاو كثرانة في الآونة الأخيرة في الجمعيات التعاونية، قطاو كبار قطاو صغار. قطاو جمعية عبد الله المبارك ما شاء الله تعرف شنو تاكل تختار فري، يعني شيء له قيمته. العتب على الأخوان ناخذها بجانبين، إذا كان فرع وين مسؤول الفرع وين البائع، وإذا كان في سوق مركزي وين مدير السوق وين مسؤول الرف. حياك الله استاذ فواز بجواعد، نائب رئيس مجلس جمعيه عبد الله المبارك. تفاجئنا للامانه ومن منطلق حرص مجلس الاداره والتفاعل مع هذه القضايا اللي تهم خاصه يعني منطقه عبد الله المبارك ومساهمين عبد الله المبارك، تم تشكيل لجنه للتحقيق في هذا الموضوع. اولا تشكيل لجنه للتاكيد هل هذا الفيديو فعلا يخص جمعيه عبد الله المبارك. الديكور ما يبين فواز الديكور ما يبين هذا جمعيتكم؟ لا، في جمع احنا عندنا اولا توقيع مركزيين زين، والجمعيه دائما تشابه ثلاجاتها بالشكل اللي بين نعم. عندكم نعم. لكن للامانه مو مبين اي شيء ان هذا جمعيه عبد الله مبارك. اول شيء انا ما انفي ولا اكد نعم. مثل ما انت شايف اخوي داحس هلي نعم. زين، ان الفيديو يعني تصويره بليل، والفيديو تقريبا مبين ان الممرات بالجمعيه فاضيه، ولا في مساهم يشتري او زبون للجمعيه، او حتى يعني مثلا خلينا نقول بائع او عامل نظافه او كذا، يعني شيء مبهم. وللامانه يعني القطط انا ما ابي اقول وزيد، هذه مشكله احنا نعاني منها كلنا، حتى في شوارعنا وبيوتنا موجوده، يعني يمكن 90% او 100% من الجمعيات انزين تعاني من الاشياء هذه، سواء في المخزن سواء برا سواء. لكن احنا ما نقول ان هذا شيء مبرر لنا، لكن احنا نقول بنتاكد، واذا فعلا هذا حصل هذا خطا اكيد انه غير مقصود، وراح يتم محاسبه المتسببين في الشيء هذا.